النهارده معايا الاوبو رينو 11 وال11 برو، اجدد موبايلات من اوبو في 2024، وتعال نشوف كده ايه اللي جوه العلبه. انا بكره الكفرات الشفافه اللي هي بتيجي على الموبايلات اللي هي بتصفر دايما دي. المره دي بقى اوبو حطت كفرات روشه شويه، الخامه بتاعتها حلوه قوي ولونها حلو كده قريب من لون الموبايلات. ديزاين المره دي جاي روش قوي، تحسه حاجه كده رخاميه شويه، وفي لون تاني ابيض من البرو شكله جامد قوي، ديزاين من الازاز، والكاميرات شكلها كده غريب اللي هو ما تعرفش هي شكلها ايه، بس هي مميزه. سلسله الرينو الصراحه من اخف وارفع واشيك الموبايلات اللي بتنزل، مسكته حلو خصوصا مع الشاشه الكيرف. الشاشات بتاعت الموبايل الاثنين نفس المقاس 6.7 انش فول اتش دي اموليد و 120 هرتز، شاشه هايله الوانها تحفه. البرايتنس بس الاضاءه كان نفسي تبقى اعلى شويه، يعني 950 نتس مش اعلى حاجه، ومش هتحس بالموضوع دوت قوي غير وانت تحت اشعه الشمس المباشره يعني، والبصمه تحت الشاشه. مع ان شاشتين على الورق الاثنين واحد، بس حاسس شاشه البرو مش عارف اعلى سيكه، حتى لما تخش كده على السيتنج هتلاقي ان هي فيها اوبشنات اكتر، فيها حاجه اسمها O1 الترا فيجن انجن، دي بقى زي حاجه كده حاطينها بتعلي حده الصور شويه وتظبط الالوان شويه وتعلي الاضاءه في الفيديوهات الاتش دي ار، فاظن البانل في البرو مختلف، بس يعني مش فرق ملحوظ غير للي يدقق قوي يعني. هنا السماعات ستيريو، بجد صوت الموبايلات هنا حلو جدا، ولكن بالنسبه للعلو بقى هو عالي وكل حاجه، بس انت لو عايز تعليه اكتر شويتين ثلاثه، في هنا مود اسمه الترا فوليوم مود، بعد ما تعلي على الاخر كده تفضل دايش شويه على الزرار اللي بيعلي فهيوصلك ل 300%، وبجد بتعلى بصوت بفرق شاسع. الموضوع دوت هينفع في الفيديوهات اللي هي صوتها واطي شويه، فلما تفعل الوضع دوت هتبقى حلو. الرينو 11 العادي بطاريه 5000 وال11 برو بطاريه 4600، وده يعتبر اول اختلاف ملحوظ بين الموبايلين. هي دي مش مقارنه، بس انا يعني بقول لك ايه المواصفات في نفس الوقت. ولكن بقى الموبايل اللي بطاريته عاليه اللي هو 5000 جايب شاحن اقل، يعني جايب شاحن 67، اللي بطاريته 4600 جايب شاحن 80 واط. اداء البطاريات على حسب طبعا استخدامك، ولكن هو حلو قوي معايا، بس الفكره انا دايما افضل الشاحن الاسرع على البطاريه الاكبر، فكان نفسي يبقى الاثنين جايين ب 80 واط. والحلو بقى في الشواحن الفوق دي هي الطلعه بتاعتها، اول ما بتبدا كده تحطها في الشاحن، يعني الشاحن ال 80 واط بيشحن لك في 5 دقايق بس ربع الموبايل وبالكامل في 28 دقيقه، والشاحن ال 67 بيشحنه بالكامل في 45 دقيقه. تخش على الكاميرات، الكاميرات اللي شكلها غريب دي، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز موبايلات اوبو. طبعا ارجع واعيد، دي فئه ودي فئه، فاحنا مش بنقارن الكاميرات، ولكن الكاميرات التليفوتو والكاميرات الالترا وايد في الموبايلين واحد. التليفوتو ال 32 ميجا بكسل، الالترا وايد ال 8 ميجا بكسل، نفس السنسور ونفس كل حاجه، وطبعا عشان المعالجات اللي هنا مختلفه فبتبقى النتيجه مختلفه سيكه يعني، وهنتكلم عن المعالجات كمان شويه. الموبايلين الصبح بيطلعوا صور طبيعيه جدا من غير افوره ولا حده زياده كده وصناعيه، في تفاصيل والوان احسن شويه في البرو طبعا طبيعي، ولكن تقريبا هيدوك نتائج قريبه جدا الصبح. لو انت بقى تعتمد على التصوير بالليل كتير، فالرينو 11 العادي التفاصيل بتروح منه شويه بالليل، على عكس ال11 برو اللي بجد بيطلع صور عالميه ومليانه تفاصيل. فانت بجد لو مهتم بالتصوير قوي ال11 برو هيعجبك، وان شاء الله ممكن نعمل له فيديو كامل لان صوره تحفه. الاداء بقى ال11 برو بيجي بدايمنسيتي 8200 4 نانومتر، معالج حلو جدا مع السوفت وير اللي بيلعب دور كبير قوي في الاداء بتاع الموبايل ده ويحسسك بالنعومه. الكالر او اس فعلا بعد اخر ابديت اللي هو كالر او اس 14 فعلا جامد وناعم، وكنت عامل فيديو كامل عن المميزات بتاعه الكالر او اس 14 الجديده، في كام فيتشر صايعه كده ضافوها، ارجعوا شوفوا الفيديو الكامل. الرينو 11 العادي جايب ميديا تك دايمنسيتي 7050، معالج مش الالعاب، هو موبايل للسوشيال ميديا والتصوير والايديتنج والكلام دوت، فعلا حلو هيديك تجربه ناعمه. ودي الاعدادات بتاعه ببجي لو حد بيسال يعني بيلعب على قد ايه. الموبايلين بيجوا بشريحتين فيهم اي ار بلاستر واي فاي 6، والرينو 11 العادي ينفع يتحط له كارت ميموري. الاسعار بقى انت جاي عشان الاسعار صح؟ الرينو 11 العادي النسخه ال 256 12 جيجا رام بينزل ب 1600 درهم، يعني حوالي 13500 جنيه او 430 دولار. الرينو 11 برو بينزل بنسخه 512 12 جيجا رام ب 2100 درهم، يعني حوالي 17500 جنيه او 570 دولار. هيكونوا متوفرين في الامارات من اول يوم 11 يناير، ولو اشتريتهم في اول اسبوع ده هتاخد اداء جامده، يعني مثلا رينو 11 العادي 6 شهور ضمان على الشاشه وسماعات اوبو انكو بودز قيمتهم 500 درهم، والرينو 11 برو هتاخد سنه ضمان على الشاشه وسماعات اوبو انكو بودز 2 دولت قيمتهم 1000 درهم. لسه ما فيش اخبار عن ميعاد الاطلاق في مصر، فهسيب لكم لينكات لو عايزين تعرفوا السعر ومواصفات اكتر تحت في الديسكربشن. وبس يا سيدي، عرفني رايك في الموبايلات كده، وقول لي هل زي كل سنه هتبقى الاعلى مبيعا تكتسح كعاده سلسله الرينو، وارجع برده شوف الفيديو بتاع الكالر او اس 14 عشان تعرف اكتر عن مميزات الواجهه دي. بس كده، واشترك واعمل لايك وسلام.